بغيت ناكد كما جاء في تدخل السيد رئيس الحكومه ان هذا اللقاء كان فرصه باش اننا يكون عندنا نقاش مع البرلمانيات والبرلمانيين ديال التحالف الحكومي وديال الاغلبيه الحكوميه بكيفيه عامه حول ما تم تحقيقه من انجازات وحول كذلك ما هي الاصلاحات التي نقودها لمواجهه الاشكاليات المطروحه لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني. وفي الواقع هذا الاجتماع كانت فرصه لتاكيد ثلاثه النقاط الاساسيه. النقطه الاولى وهو اننا متشبتون بالبرنامج الحكومي وغنوفيه ان شاء الله بالتزامات ديالنا تجاه المواطنات والمواطنين رغم الصعوبات ورغم هذه التقلبات المناخيه والتقلبات كذلك التي نعرفها نتيجه ديال الصدمات الناتجه عن الازمات الدوليه. نقطه ثانيه وان هذا التحالف الحكومي وهذه الاغلبيه الحكوميه فهي قويه منسجمه وهي كذلك عندها اراده قويه لمواجهه كل هذه الاشكاليات. النقطه الثالثه وهو اننا نقوم بامور جد اساسيه وفي اطار مقاربه مهمه وهذه المقاربه فهي تتركز على ثلاثه نقاط. اولا العمل على مواجهه الظرفيه الصعبه. ثانيا العمل على استدراك كذلك التاخر اللي وقع في عديد من الاصلاحات في عديد من المشاريع الاساسيه بالنسبه لبلادنا. والنقطه الثالثه وهو اننا تنجيو بواحد المقاربه اللي هي تجعل اننا نجيو حلول مهيكله باش نوجدوا نفسنا كذلك المستقبل وباش نغتنموا الفرص الناتجه عن هذه الازمات على الصعيد الدولي. وهادشي كله معلوم الهدف الاساسي من هادشي كله وهو اننا نخدموا المواطنات والمواطنين، اننا نحسنوا ظروف عيش ديال المواطنات والمواطنين، ان نخفوا عليهم العبء ديال هذا التضخم الناتج عن الازمه الخارجيه ولكن كذلك الناتج عن الجفاف، واننا نقوموا بالمبادرات الضروريه باش اننا نوصلوا نعطيو الامكانيه للارتقاء الاجتماعي بالنسبه لفئات عريضه من المواطنين ويكون استهداف. واليوم الحمد لله ورئيس الحكومه اكد ذلك في الاجتماع ديال الاغلبيه وهو ان بين الاوراش الكبرى اللي عطى انطلاقه ديالها جهه الملك المرتبطه بتعميم الحمايه الاجتماعيه فتحقق الجزء الاول المرتبط بتعميم التغطيه الصحيه وغنحققوا ان شاء الله من هنا لاخر السنه الجزء الثاني المرتبط بتقديم الدعم للاسر المغربيه المعوزه في اطار الاستهداف وفضل كذلك السجل الوطني الموحد السجل الاجتماعي الموحد اللي هو عرف انطلاقه ديالو اليوم العديد من المواطنات والمواطنين في كل اقاليم المملكه فهم يسجلون انفسهم لكي يستفيدوا بهذا الدعم. اخيرا اللي بغيت ناكد عليه وهو الاساس في هذه المرحله اللي احنا فيها وهنا اننا كلنا ثقه في قدرتنا لمواجهه هذه الازمات، ثقة كذلك في ما سنقوم به كذلك من أجل إعطاء نفس جديد وللخروج من هذه الأزمة، والثقة كذلك في المواطنات والمواطنين لتفهم هذه الإشكاليات وكذلك التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نحن نخوضها في كل المجالات الحيوية في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال العدل، في مجال الماء، في مجال كذلك التشغيل وكل ذلك في مصلحة هذا الوطن. وشكرا.